أيضا مشاهدينا الكرام، أضاف أن هذه الجبهة الهوائية الباردة ستدخل المملكة بإذن الله. هناك تساقط كبير لكميات من الأمطار، وتتساقط أيضا الثلوج على ارتفاعات قد تصل إلى 800 متر في المملكة. تابع أيضا رائد رافد الخطاب مدير إدارة الأرصاد الجوية أنه سيبدأ في المناطق الشمالية ويمتد إلى باقي مناطق المملكة، فيما ستصل أيضا سرعة الرياح إلى 70 كيلومتر في الساعة. هناك تحذيرات من خطر الانزلاق والسيول، كما تحدث أيضا عنها المهندس أيمن صبح من دائرة الأرصاد الجوية. حذر أهمية التزام المواطنين خلال هذه الساعات والساعات القادمة أن يكونوا داخل المنزل. يعني بما تحدثت أيضا دائرة الأرصاد الجوية بالتفاصيل أنه سيبدأ هذا المنخفض أو بداية الهطول للأمطار حتى وتساقط الثلوج سيبدأ من المناطق الشمالية. حتى نتحدث أكثر حول هذه التفاصيل مشاهدينا الكرام، أرحب وإياكم عبر الهاتف برئيس بلدية جرش الكبرى السيد علي قوقزة. يعني سيد علي، بعد التحية ضعنا بالتفاصيل، كيف هي الأجواء تبدو في مدينة جرش حتى هذه الساعات؟ ستي الله يسعد مساكي ومسا كل متابعي برنامج الأخبار في الحقيقة الدولية. حقيقة احنا سيد علي، هل تسمعني؟ سيد علي، سيد علي إن كنت تسمعني، يعني كيف هي الأجواء حاليا في مدينة جرش؟ هل بدأت تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية؟ احنا في يعني الأجواء في مدينة جرش مناطق سوف ودرة عصفور، هناك تساقط في قطع الثلوج، تراكمات الثلوج في منطقة سوف وبعض المرتفعات وصلت إلى 10 سنتي متر. كوادر بلدية في مختلف غرف الطوارئ تعاملت بشكل متواصل مع هذه الظروف، كافة الطرق سالكة، بعض المزارع خاصة الحيوية منها مثل مزارع الدواجن اللي كانت في المناطق العالية، محمية المأوى، مصنع نابل فيل، تم التعامل معها مباشرة وفتح كافة الطرق، بعض القطاعات للأخوة المواطنين في سيارات الخاصة اللي تعرضوا لها للانقطاع او خلينا نقول للغرض، تعاملت معهم كوادر البلديه، ايضا هناك ملاحظات وردتنا من الغرفه الرئيسيه، الغرفه المركزيه في محافظه جرش فيما يتعلق بسقوط بعض مظلات الزينكو والالواح، تعاملت معها ايضا كوادر البلديه، كل غرف الطوارئ في بلديه جرش باعلى جاهزيتها، الاليات تقريبا 40 الى 45 اليه مع بلديه جرش جاهزه للتعامل مع اي اغلاقات لمختلف المناطق في مدينه جرش ومناطقها المختلفه. لحد هذه اللحظه انا في منطقه سوف الان، في اعلى المناطق اللي فيها تراكمات ثلوج باتجاه حادث غرز سياره او انقطاع احد المواطنين، بعثنا له سياره لسحبه. الامور مستقره ما زالت، وايضا مستعدين لاي تطورات على الحاله الجويه هذا المساء وصباح الغد. بإذن الله. يعني سيد علي، دعنا نتحدث أكثر عن استعدادات بلدية جرش لهذا المنخفض. أنت تحدثت يعني أن هناك بعض الحالات تم التعامل معها حتى هذه الساعات في مدينة جرش، دعنا نتحدث أكثر عن استعدادات البلدية وغرف الطوارئ في البلدية. سيدتي هناك 6 غرف طوارئ، نعم، بما فيها الغرفة الرئيسية في بلدية جرش المركزية، ابتداء من سوف وتغرف عصفور مناطق جبهة، هذه المناطق المرتفعة كل كوادر البلدية مزودة بكافة المعدات اللازمة للتحكم مع هذه الحالة الجوية. كوادرنا من الورش لعمليات مداهمة المياه، مواتير الشفط، مواتير كهرباء، أيضا إزالة بعض أغصان الأشجار المتساقطة نتيجة الهواء، كل الكوادر مجهزة لكل العمليات. هناك 10 آليات مجنزرة مدوللة بمجنزرة في مناطق البلدية للمناطق الصعبة اللي بيكون في يواجه فيها بعض معاناة في موضوع فتح الشوارع تفتحها بشكل كويس. ثانيا هناك حوالي 40 آلية أيضا معدة على الشوارع المختلفة اللي بتوقع تساقط ثلوج عليها للتعامل مع أي إغلاقات مباشرة. هناك تنسيق عالي المستوى بين الغرف المركزية في المحافظة، تم إسناد آليات الأشغال العامة أيضا على الشوارع الرئيسية على الاستراد عمان إربد في منطقة عصفور
تم اسنادهم من قبل بادي بهذه يعني اثنين، ايضا طريق اربد القديم في منطقه ثغره عصفور ايضا تم اسناد الاشغال العامه بآليه عدد اثنين، وايضا اسنادهم على طريق ساكب بآليه عدد واحد من قبل البلديه. ونحن نضع كل امكاناتنا كبلديه جاش اليوم في خدمه كل الجهات اللي بتتعامل معنا وبتتعاون معنا، خاصه الدفاع المدني والاشغال العامه وايضا الكوادر الطبيه في المستشفيات والمراكز الصحيه. نضع كل امكانياتنا تحت تصرفهم لانه احنا اليوم نشتغل كفريق واحد وكجهه واحد. اذا سيد علي، يعني عدد الحالات التي تعاملت معها حتى هذه الساعه كم هي؟ عدد سيد علي ان كنت تسمعني اود الحديث معك عن عدد الحالات التي تم التعامل معها حتى هذه اللحظه. بس انا لانه الصوت عندي يعني صوت رياح عالي. نعم. وبالتالي بيروح يعني تعاملنا مع مجموعه حالات. اول شيء تبلغنا صباحا عن اغلاقات في المناطق المرتفعه، الطريق المؤدي ما بين سوف وعين جنة خاصة مصنع باب الفيل، الطريق المؤدي إلى محمية المأوى، الطريق طرق السهلات المؤدي إلى بعض المواطنين القاطنين في منطقة السهلات. تم التعامل مع هذه الطرق جميعاً وفتحها مباشرة. أيضاً تبلغنا عن حالات سقوط بعض المظلات الحديدية زينكو في مواقع جبل العزمات وجبل الأخضر، تم التعامل معها مباشرة وإزالة الخطورة فيها. أضف إلى ذلك بعض المواطنين تبلغنا عن غرز وتعطل سياراتهم في مواقع مختلفه في مدينه السوق، تم ارسال فريق البلديه مباشره للتعامل مع هذه الحاله وتم اخراج سياراتهم وعادتهم الى منازلهم. نعم، اذا السيد علي دعني اتحدث في نقطه، يعني في هذه اللحظات المخابز كيف تعمل في مدينه جرش خلال هذا المنخفض؟ هل تتوفر داخل المخابز الكميات الكافيه من المواد الاساسيه لصناعه ماده الخبز؟ وكيف الاقبال لدى المواطنين على شراء الخبز من المخابز؟ سيد علي؟ سيد علي إن كنت تسمعني؟ إذا أود الشكر يعني للسيد علي قوقزة وهو رئيس بلدية جرش على هذه التفاصيل.